بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي هوريك بقى فايدة اللي احنا عملناها بفضل الله. عايزك تركز معايا. دلوقتي لو انت جيت عند الفورم بتاعتك ومالتها بالبيانات، فرضا مثلا هنا وائل، اوكي، لاست نيم مثلا عزت، اوكي، هنا مثلا ادرس، نقول مثلا مكة، هنا مثلا ادرس تو، نقول مثلا جدة، هنا مثلا سيتي، نقول مثلا حوالي مثلا ستيت مكة، مثلا زد اي بي 1 2 3 4 5، الايميل وائل ات جيميل دوت كوم، مثلا اليوزر نيم وائل، الباسورد 1 2 3 4 5 6. تمام، بس خلينا ايه زي ما هي كده، الفورم زي ما هي، وهدوس. ايه اللي هيحصل؟ طبيعي، ما حصلش حاجة، الوضع طبيعي. الوضع اللي مش طبيعي ايه هو؟ خد بالك، اوعى تكون فاكر ان الوضع اللي مش طبيعي انك انت تسيب حقل زي ده فاضي. لا، ده طبيعي عادي، نسيته، ايه المشكلة اهو، او تسيب ده او تسيب ده اهو، هو اصلا هينبهك، هو معمول عليه حاجة زي كده. وانت تقدر طبعا تعمل نو فاليديت، او تقدر ان انت تلغي الفاليديشن ده اصلا. اقول لك على حاجه حلوه، دخل لنا هنا يوزر نيم، ودخل لنا هنا اي باسورد، ماشي، وتعالى هنا دوس كليك يمين واعمل انسبكت، هتلعب يعني في العنصر، وتعالى عند الريكوايرد وشيلها اهو، تعالى عند الريكوايرد وشيلها، شلت الريكوايرد. بس ريكوايرد يعني ايه؟ يعني لما ادوس هنا يطنش يقبل يعني. بص يا عمي اهو، حصل ايرور؟ لا ما حصلش، يعني ما حصلش ايرور من الايرورز اللي احنا عاملينها ديك. ايرور ان فيرست نيم، ايرور ايه ده، ايه ده، ايه هتقول لي ايه كل ده؟ ما انا ممكن اعمل خدمه تسجيل الدخول دي بسطر كود ولا بسطرين ثلاثه بالكتير. اقول لك ماشي، ما انا قلت لك كده في الاول، بس ده احنا بنعمل حاجات زياده علشان اللي يحتاج يلاقي بفضل الله وتجيله افكار. تعال بقى اوريك اللي مش طبيعي. اللي مش طبيعي ان حد يدخل يلعب في مسمياتك. يعني انت دخلت هنا بيانات، حلو حلو، اللي مش طبيعي ايه هو بقى؟ ان انا اجي هنا ادوس كليك يمين على الفيرست نيم واقول له انسبكت، واجي هنا اشيل النيم ده خالص، او احط نيم من عندي انا بمزاج انا كده. ده كده بايثون جوه ما تعرفوش. لا، يبقى انت بقى ايه، مش هتلعب عليا. ده انت لما هتلعب في الفورم بالطريقه ديك وتيجي تدوس، انا هقول لك ايه، ايرور ان فيرست ايه نيم. خلاص، طيب تعال بقى نجرب كده، نعمل كده ونعمل كده، وندخل باسورد، اطلع فوق انسبكت، شيل الايه الاف نيم دي خالص، مفيش نيم، وتعالى ايه دوس هنا، الرساله ما ظهرتش. خلينا نشوف ما ظهرتش ليه، احنا ما عملناش حفظ. اعمل سيف لو سمحت. دخلنا بيانات اهو، كليك يمين وشيله، او حط اي حاجه تاني. تاني اهو، دوس اهو. انا هقول لك ايرور ايه ان فيرست نيم. انت لعبت في الفيرست نيم؟ ايوه، انت بعد ما دوست هو هيرجع تاني بطبيعته، لان انا عامله كده اصلا، انا عامله اف نيم، بس انت بتلعب فيه ليه؟ مش مسموح. تمام، تاني اهو، بص بقى، دخل بياناتك عادي مفيش اي مشكله، وتعالى ايه انسبكت هنا، وشيل الايه، شيل الاف نيم، او حط حاجه مش متعرف عليها، وشيل من هنا الادرس، وشيل من هنا اللاست نيم، ال نيم يعني. بص خد بالك، انا بشيل النيم للعنصر، انا كده بلعب كبراوزر. ها اهو، شيل النيم بتاع الادرس 2،
وهكذا ماشي. وانت مالي بيانات هتدوس اهو، قال لك ايرور ان فيرست نيم وايرور ان لاست نيم وايرور ان ادرس وايرور ان ادرس 2، رسائل طالعه لك. انت لعبت في الحقول، انت بتهزر يعني، انت دخلت عملت كليك يمين وعملت انسبكت وغيرت اصلا في المسمى اللي مبرمج حاطه عشان يبرمج بيه يشتغل بيه، انت بتلعب ليه؟ انت فاهم القصه؟ انت هنا عارف انت بتعمل ايه وعارف بتظهر رسائلك بناء على ايه. يعني اللي هو انا بدور على حاجه اسمها اف نيم، اف نيم لو موجوده هحطها في المتغير، طب مش موجوده ليه؟ لازم اقول لك ايرور ان فيرست نيم، ايه اللي خلاها مش موجوده؟ ما هي حاجه مش طبيعيه. اما انا وانا بعمل الفورم عملتها اف نيم، يبقى اكيد في حد ايه لعب فيها، فمش هينفع حد يلعب فيها. انت خدت بالك من القصه؟ بس كده، كده احنا حاطين الايه لكله فيما عدا ايه الترمز، لان كده كده الترمز اصلا زي ما قلت لك لو انت ما علمتش عليها مش بتتبعت من الاساس، زي ما شفنا في الجت يعني اهو. لو لعبت في اي حاجه حتى لو انت مدخل بياناتك كلها اهو، خلينا مثلا نلعب في اليوزر نيم والباسورد اهو، انسبكت وهاجي هنا عند النيم هشيل اليوزر دي، وهاجي هنا عند الباسورد هشيل الايه الباس دي اهو، واقفل دي كده وخلينا ندوس ايه ساين اب. ايه اللي هيحصل؟ هيقول لي ايرور ان يوزر نيم وايرور ان ايه باسورد، زي ما احنا ما شايفين اهو، رسائل طالعه زي ما احنا ما شايفين مع بعض، بتعرفني المشكله فين، في حد لعب في الحقول بتاعتي، عشان ايه ما حدش يهزر معانا في الشغل. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.